بعد سرحان طويل يجي الصوت يوعيني، رجال شايب وعصب وصوت كلب ضال. وبعد هذا ما في غير الهدوء، هدوء ممزوج بالنور والظلام، نور في الخارج والظلام في الداخل. داخلي أنا مثل الحلم البطيء، مثل الترقب، كأني يصحى من سرحان حتى يلفني الترقب في ثوب حلم. نعم، عرفت انك صاحي، قلت كلمك. كان واقف ولما شافني أطلع عليه من الشباك مشى. في نفس الوقت مثل كل يوم، لهذا السبب أنا ما قدرت أرجع البيت. بدأت تخاف. من وين تكلمني؟ من الشارع قريب من المطعم. عموما الحين اطمنت، بقدر أرجع وأنا مرتاح. تصبح على خير يا أحمد، لما ترجع أنا بكون نمت. وانت من أهله يا سعد، وانت من أهله. سالم تأخرت واجد يا أحمد، كنت متأمل تعرف التليفون ترجع على طول. شفته، حتى هنا شفته. من هو؟ الشايب، الشايب اللي يضرب علينا الباب كل ليلة. ولما نفتح له الباب يكون مشى، اختفى وسط الظلام، كأن عرف إن قاصدين اليوم متأخر عن سير البيت علشان ما نشوفه. يمكن ما يكون هو، يمكن انت متوهم، يمكن يكون واحد ثاني. لا انا متاكد، نفس الملابس، نفس الهيئه، الفرق ان اليوم شفت وجهه. تصور كان يبتسم. يبتسم؟ انا بديت اخاف، حسيت من ابتسامته انه يريدني اتبعه لهين، ما اعرف. المهم انت خلصت عشاك؟ تعتقد اني بقدر اكل بعد كل اللي اقل؟ يلا رحنا. تصور مالي نفس حتى اكل. يلا انت غسل يدينك وندفع الحساب. يلا
وتخلى عنها الزمن مسكونها بغربة وظلام، ناسة من هذا الزمن وهي لا، بيوت من زمن الطين وجريد النخل، وناسة وهم ثلاثة شبان قريبين من بعض كأنهم شخص، يمكن يكون لكل واحد منهم أفكار لكنهم دائما مع بعض، وأنا يتمنى لك حلم الحارة والدفتر ومن يقرأ العصا ومن يرفع والحروز ومن يفك براسه، وناصر الغايب الحاضر الغايب، ناصر الوعد الوعد ومن يوفيه، حلم تفسيره سؤال وسؤال جواب، حلم ليش لا ليش لا. من؟ أنا سليمان. افتح يا علي. خير إن شاء الله يا سليمان، في شيء؟ فاطمة بنتي. فاطمة؟ ما لها فاطمة؟ صار لها شيء؟ اليوم تعبت، جبت لها الطبيب. لحظة لحظة لحظة، جاي إنك تحت لحظة. السلام عليكم. عليكم السلام. مالها فاطمة يا سليمان؟ اليوم تعبت وجبت لها الطبيب اللي في الحارة اللي جنب بيتنا. فاطمة يحتاج تروح المستشفى يا سليمان. عطاها مسكن ونامت وقامت من النوم تبكي تبكي تبكي، دموعها تنزل على خدودها تبكي في داخلها، حاطة رأسها على الجدار، ولما جيت أكلمها قالت لي أبغى أشوف عمي علي. تبغى تشوفني؟ حطيتها في البيت بروحها هناك وجيت لك ركض. أنا جاي معك. لحظة، مسكينة فاطمة، مسكينة بنتي، تبغى تشوفني مسكينة. يلا يلا علي. زوج أخوي سيف قسمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذه لمن؟ ها سليمان والمجنون علي. عارف انهم سليمان والمجنون علي، لكن ايش اللي مجمعينهم على بعض؟ اللي عرفه ان علي في بيتهم هالايام. وايش يسوي؟ ما اعرف، يمكن يسلي فاطمة بنت سليمان بكلام اللي ما له معنى. ضحك، الكلام اللي ما له معنى صار دوا هالايام. المهم خلينا بسالفتنا، احنا وين واصلين؟ وين كنا؟ كنا في موضوع الزواج. بنتك خبرتها؟ اخاف انها تاخذ الموضوع بحساسيه زايده. انت تعرف من يوم ما ماتت امها الله يرحمها يغمد روح الجنه، امين، وانا مفرغ نفسي لتربيتها، يعني انا الكل في الكل في حياتها. ايه سيف، كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى، وما بيستوي الشيء الا باراده الله. اصلا هي اذا ما وافقت ما بيستوي الزواج، واذا وافقت يا اخوي سيف فهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. إيه بس أنا بعدني ما فتحتها. خذ راحتك، على مهلك، على أقل من مهلك. أنا ما مستعجل يا سيف، لكن أنت دائما تذكرني بهذا الموضوع.
لكني ما غصبك. مش عليك يعني. ما بقى شيء، قرب الوصل وبيكون واحد منهم، لكن أبرز واحد على حصان أبيض وفي يده كتارة ذهب. ما لازم تكون من ذهب. ما لازم. جبينه عالي وخشمه سيف وعينه قمر. ما بنقدمش لها رخيصة، حتى لو قدمش رجولته مهر. وإذا ما جاء في ليلة مطر بيجي. محتاجة الدكتور يا سليمان، دكتور زين، ولازم توديها المستشفى. وش فيها بنتي يا علي؟ ما أعرف يا سليمان، ما أعرف، بس يحاسب داخلها أكثر مني. أخاف من ينيموها في المستشفى وأبقى أنا وحدي هنا في البيت. بس هناك بترتاح أكثر. اسمع كلامي، وديها المستشفى يا سليمان. يا الله بصير عنك يا علي. نعم يا سليمان، في شيء؟ من هم يا علي؟ من اللي قربوا يوصلوا؟ ويمكن ما يوصلوا يا سليمان، يمكن ما يوصلوا. Thank you.
بابا العشاء. زين زين جاي جاي. الله يرحمك يا سليمة، الله يرحمك. هو بعد ترى العشاء بيبرد. جاي جاي يا سليمة. سليمة أنا بنتك زوينة. كل يوم على عادتك بعد ما ترجع من صلاة العشاء تذكر أم الله. الله يرحمها. كل ليلة كانت تذهب للعشاء مثل هذا الوقت، كانت تجلس قدامي وأنا آكل، شبع على الأكل حتى يبرد، وعلي حتى تخفف علي. ما كانت تتكلم إلا إذا سألتها، وإذا سألتها كان رضاها يسبق عذرها. في يوم من الأيام سألتها: أنت ليش تطبخي لي الأكل وتجيب لي إياه ساخن ما دام إنش في النهاية تهبي عليه حتى يبرد؟ قالت لي: يبرد في يدك ولا يبرد في إيدي. ولما كنت أخلص متعشي كانت تصب لي الماء حتى أغسل إيدي. ما انقطعت عن عادتها هذه إلا ليلتين. الليلة اللي الله سبحانه وتعالى رزقني بيش، والليلة اللي توفت فيها، وفي الليلتين أنا ما تعشيت. والليلة بتاكل أحلى عشاء من يد بنتك اللي تحبك وادي. بظل تحبيني مهما حصل. مهما حصل بظل أبوي وأنا بنتك. أنا عارف، وهذا اللي مخليني أسكت. تسكت على إيش؟ يلا الأكل بيبرد، أريده يبرد على إيدك، ما أريد أكون أنا مقصرة. مثل أمش. يا سعود خوفتني، فيك شيء؟ Mm-hmm.
ملاحظين ان احنا من الباقي لحد الحين ما نطقنا ولا كلمه واحده مع بعض. ايش اللي صار؟ كثير كلام خلص مني، ما بقى شيء. اي نعم، في مساحه للتفكير بقى. اذكر ارجوكم وانتم راجعين البارحه كان عليها خوف اكبر من اللي تتكلموا عنه. تعرف يا اخوي يا سعد، المساله اقرب للحلم. حلم مخيف تصحى منه تشوفه قدامك. باقي لحظه واحده من لحظات التفكير، مساحه قصيره بين هذا وذاك، يا اني ابقى واستمر معاكم في هذا السكن، يا اني اترككم وارجع البلد. وليش ما نرجع كلنا؟ نحن هنا مجرد موظفين صغار، وهناك بنكون نفس الشيء. يعني هنا مو مكان الحلم. ارجع البلد اهرب؟ انا ما اهرب من هناك علشان اهرب من هنا. وبعدين لمتى بتبقى حياتنا سلسله من هروب؟ لا لا، انا ما اقدر، ولا حتى انا اقدر، ولا حتى انت. نغير مكاننا على الاقل، نغير السكن. لا تعتقدوا اني اقولكم هذا لاني خايف من المكان. تعتقد ان الرجال اللي طاردنا مرتبط بالمكان؟ لا. ليش شفت البارحه انا في السوق؟ ولو كنت في مكان ثاني كنت لقيته بعد. لو كنت مكانك كنت طاردته، مسكته قدام الناس، سألته ايش يبغى منا. على الاقل كان هناك ما ممكن بيسوي فيني شيء، بيخاف من حشره الناس. صدقني فكرت لحظتها اني اسوي مثل ما قلت، لكنه اختفى. كانه جا من داخلك ورجع مرة ثانية. رانا احنا الحين ما قاسين نسوي شيء غير اننا قاسين نخوف بعضنا وبس. والخوف ما يخلي الانسان يفكر صح. المواجهة. انا هناك ما قدرت اواجه سعادة. كانت تشوف علي وكأني انا السبب. ما سألتها ليش. هربت. رجعنا لسالفة سعدة. فرحت لما عيوني هنا في مسقط. قلت هنا بعيد، مع اني كان ممكن ارتاح هناك اكثر. لكن عيون سعدة ليلتها كانت ليلة عرس.
ربي الله يخليك لا تخبرهم عن مقامي. ايش هذا اللي سويتيه؟ زوجوني مجنون ما حد يعورني، صدق حتى ابوي ما رام يقول لهم كلمه واحده. ايوه لكن مدور عليك اكيد بيحصلك. ابغى برمي عمري بالطوي ولا اتزوج هذا المجنون عشان لي اموت. اسمع اصواتهم في الخارج، اكيد صغيري خبروهم. الله يخليك، انت تقدر تساعدني، تقدر تغويهم. انا كيف؟ كيف؟ اسمعني، تقدر تخرج لهم وقولهم انك شفتني اركض للحارة الثانية. أكذب؟ الله يخليك. يا رب ساعدني، يا رب. داخل، قالت لي أغويكم. تأسرني بعذاباتها، كنت أشوفها بعد هذا الحادثة يمكن كل يوم وهي تجيب الماء من الفلل. كانت وحيدة كأنها منبوذة تمشي وراسها للأرض، ما كانت ترفعه إلا إذا حستني، تلتقي عيني بعينها اللحظة واحدة كنت أركض بعدها أختفي بين جدران صمة. أحس بأنه كأن ما كنت السبب، ما كنت السبب، كانوا بيلقوها حتى لو ما خبرتهم. أنت ما كنت السبب حتى لو كان السبب خوفك. الخوف ما اختيار، والشيء اللي ما نختاره ما سبب حقيقي فينا. أما أنا فالخوف عندي سبب يخلينا نغير السكن. احنا لازم نغير سكننا. هي بنصير، ايش رايكم في حاره شعبيه؟ يعني بتكون بعيده حتى عن احتمال ان حد يعرفنا فيها او يعرفنا نحن فيها. على الاقل
تكون أرخص في مستوى قدرتنا. أنا ما أعرف هين ممكن يكون هالمكان، لكن أكيد موجود. وأنا علي أسأل. جات الفكرة. تعرفوا طارش؟ الفراش. إيش فيه؟ أكيد هو يعرف. أنا أذكر في مرة قال لي إن في بيت الإيجار في شيء من الحواير. خلاص. خلوا هذه المسألة علي. ها سليمان، جبت الجواني كلها؟ كلهن ولد الحلال كلهن. يلا يلا تحرك ان شاء الله، بس يا ريتك تخفف عني شوية وتجيب واحد يساعدني. يلا صحتي ما تساعدني هالأيام. يلا 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 يلا, يلا. يلا صحتك كل ما تساعدك ولا سهرك مع علي المجنون؟ انا بنفسي البارحه شايفكم بعيوني. بنتي فاطمه البارحه كانت باغيه تشوفه. بنتك فاطمه يلزمها معلم ما مخبل. يلا يلا تحرك تحرك، ورانا شغل. هن كلمتين بوقاله وبعدها نامت مرتاحة. يلا نامت مرتاحة ولا غمرت من ريحته؟ أنا أحس إن هذا الإنسان ما شاف الماي. يلا يلا يلا، مع إني ما شميت فيه غير كل ريحة طيبة. يلا يمكن خشمك غير عن خشوم الناس. لا يا أبو حمود، لا خشمي ما يشم غير اللي تشوفه عيني، وعيني ما تشوف إلا الزين من الناس. إيه؟ يلا يعني إحنا ما نشوف زين؟ قصدك إنك أنت تشوف أحسن من أهل الحارة يعني؟ ما قصدي يا أبو حمود، الله يسامحك، ما قصدي. ولا قصدك؟ أنا أصلاً إيش يهمني من هذه السالفة؟ علي هذا ما يهم حد في الحارة، ما حد يعبره، ما حد يعرفه، حتى إنه احنا ما نعرفه من هين جاي. كل اللي نعرفه عنه انه عابر، اليوم هنا وبكره هين، الله اعلم. شفته يختلط بالناس؟ شفته دخل مسجد؟ الله اعلم، والعياذ بالله، ان هذا الانسان عمره ما قرب الصلاة. انا اسف يا ابو حمود، لاني ما كنت اعرف اني بغضبك بكلام، وما كنت اعرف انك بعد شايل عليها الكثر. سامحني وانا اسف يا ابو حمود، اسف. يا سليمان لا تقطع رزقك بيدك، علي هذا ما وراه الا المشاكل، ويتهيالي ان في سالفه خلته يهد لحارتنا. ما بعيد كان مسجون او حتى مطلوب او حتى زين. يوم وصلت يا سيف خير ان شاء الله. ايش هناك؟ تعال اسمع، جالس يدافع عن علي المجنون. ما حد يدافع عن حد اليوم الا اذا وراه مصلحه. ايه وايش مصلحتك عند علي المجنون؟ خبر. يكفي ان بنتي نامت وهي مرتاحه. اول قالها كلمتين بس. حبوب ولا ابره؟ اقول الا ذي الكلمتين بيكون نقراهن على عمارها لما يقر النوم. هذا إذا فهمهم صح. كانوا أسهل من إني ما أتذكرهم، لكن كانوا أصعب من إني أفهمهم. قال لها كلمتين، قال لها قربوا يوصلوا.
الله.